طبعا كلنا في اشتياق، والمشاهدين بقى في اول اطلاله ليك على وسائل الاعلام بعد ان من الله تعالى عليك بالتوبه والهدايه والالتزام. الكل بيسال هل الشيخ نور الريس، يعني وانت لك من اسمك نصيب، انت نور، ربنا فيك جزاك ويحفظك الله يا رب، والله خير يا هل استاذ. بدات، يعني الكل الان بيستغرب لما استمعوا ليك عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اول مقطع ليك تنشره بعد ان من الله عليك بالتوبه والهدايه بعد الغناء، الكل يستغرب، الله ده الشيخ نور بيقرا بالاحكام. احنا ممكن بنشوف مغنيين ربنا تابع عليهم بينشروا مقاطع اليوم بس عندهم يعني بعض الاخطاء في الاحكام، بس الكل سأل نفسه اكيد الشيخ نور كان عنده خلفيه قبل كده باحكام التجويد، أكيد طبعا. فالبدايه كانت مع الانشاد ولا الغناء؟ لا مع أكيد طبعا، التلاوه. البداية كانت أنا أزهري أساسا، تمام. نعم. ده من نشأتي في بلد أرياف بسيطة جدا، ناس بتحب تعلم أولادها الصح الغلط، نعم. وتصح الغلط الصح فين والغلط فين، ناس تحب تفهم. أنا كنت أزهري، تمام، ده مبدئيا. فالحمد لله يعني لم أنا من الحفظ نصيبا يعني، فما حفظتش كتير أو ما حفظتش وأنا كبير. فأنا بدايتي كانت منشد، اول موضوع اول دراسه مقامات ودراسه السعي، والسعي كله كان في الانشاد الديني والابتهال والقران، تمام. فده اساسي طبعا. نعم. بعد كده ازاي مرحله دخلت الغناء، مرحلة الغناء؟ مرحله الغناء والله لا اكذب ولا اخبي طبعا، وحاجه الحمد لله يعني، الحمد لله ان خلصت. ظروف ضغوطات حياتيه زي ما قلت لك، مثلا دخل الشيطان وهمزات الشياطين سبحان الله ليها طرق معينه في الدخول. انت صوتك حلو، انت الدنيا معاك حلوه، وشايف الشباب ما شاء الله بتطلع واصوات، وشباب بتركب عربيات، وشباب بتتجوز، والكلام ده كله، والمفاتن فتن الدنيا، تمام. أحسنت أحسنت. فاغطرت بيها بصراحه، وحبيت ان انا اشارك، ولكن ما كانش ليا دور مؤثر في الغنى يعني، ما كانش ليا اي اختيار. ما كنتش مرتاح نفسيا، ما كنتش مرتاح ذهنيا، ما كنتش مرتاح حتى في ادائي الصوتي، ما كانش ليا حتى ذوق في الغنى. حتى يعني رغم ان العائد الناس المادي، تباعدت عني شويه رغم يعني. ان العائد المادي كبير ومبالغ طائلة في الغناء. والله انا السن دخلت الموضوع برضو ما كانش في اي، لسه ما كانش في مبالغ طائله. انا كنت كنت لسه في بسعى البداية. للمبالغ الطائله باي شكل، ولكن انا مش عارف، لم يوفقني الله عز وجل لهذا الطريق، الحمد لله بكل طلاقة يعني، لم أحترف في انا الغناء. ليه بس السؤال ده؟ لان كتير كتير من المغنيين دلوقتي، ربنا يعني يصلح حال ويهديهم اللهم يا آمين رب، يا رب، اللهم كل آمين. مغني وكل مطرب ممن زين لهم الشيطان واعمالهم فصدهم عن السبيل كما ذكرت، مش شلون ليهم داخل صوتك حلو والناس كلها، واجيب فلوس منين وانت شايف الظروف الاقتصاديه؟ عم غني لك هتاخد لك فلوس وتجيب احسن عربيه وتعيش في احسن فيلا واحسن مكان، اما تبقى منشد وقارئ هتاخد ايه؟ هو القراء والمنشدين بياخدوا حاجه دلوقتي، دي مداخل الشيطان. فانا بقول لكتير يعني المغنيين بنوجه لهم رساله، يعني توبوا الى الله تبارك وتعالى. البعض بيسال ويقول يا شيخ نور، ما انا والشيطان بقى بيزهله، طب ما انا لو تبت وانا بدات اتجه للقراءه والانشاد هجيب فلوس منين؟ هعيش منين؟ هل انت ممكن نقول الشيخ نور بعد ما ربنا من عليه بالتوبه من الغناء، يعني انجاز التعبير، هل ندمت؟ استحاله طبعا ان انا اسيب الغناء واروح الانشاد، استحاله اندم. كفايه الراحه النفسيه وكفايه اقبال الناس اتى لك عليا، الشيطان فقال لك انت هتسيب الفلوس والفتنه دي كلها ما يشغلنيش ما يلزمنيش، مش عايز حاجه من الدنيا. كفايه كفايه اللي انا شفته في ال3 سنين او ال2 سنين ونص اللي غنيت فيهم، من امتحانات من ربنا، وعدم ارتياح نفسي وعدم توافق مع ذهني، الحمد لله زاد اقبال الناس عليا اكتر، وزاد الله اكبر، محبه الناس اكتر، وخير ربنا والكرم زاد عليا اكتر، ما شاء فالحمد الله لله. بارك رب. اللهم فكل بارك. الابواب، كل الابواب كانت مفتحه. من اي محافظه بالتالي يا شيخ نور؟ من اي محافظه؟ من اي محافظه؟ من الجيزه. من الجيزه. طيب هل في دافع معين او موقف حصل لك كان سبب انك تتوب او ربنا من عليك بالتوبه والهدايه من الغناء؟ كتير طبعا، ابواب كتير. نعم. عايز اقول لك ان انا ليا صديق، يعني صديق مقرب جدا واصغر مني في السن، توفاه الله في رمضان اللي فات في ال10 الاواخر، ابو هريره. تخيل اسم ابو هريره، من اعز اصدقائي ويعني زي شقيقي رحمه الله عليه. قبل وفاته كان خارج 40 يوم في سبيل الله، كان اول مره في حياته يخرج. كان شاب زيه زينا عادي، بيخطئ في ذنوب في حياته، ولكن هداه الله واستقر قلبه في التوبه وفي الخروج مع المشايخ عندنا في البلد. قريه بسيطه اسمها منشيه رضوان، بسيطه جدا كده، فيها مشايخ كتير تدعو الى الله يعني، جزاهم كل خير، جزاهم الله كل خير، اتمنى لهم التوفيق يا رب. يا رب اللهم امين. خرج في سبيل الله. عايز اقول لك، هقول لك موضوع الرؤيه ده بعدين خالص. ابو هريره جالي قبل رمضان، نعمل فيديو بسيط كده ويقول لي هني الناس، قول لهم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم
والكلام ده. هني انت بما انك يا نور معروف في البلد فهنعمل تهنئه بسيطه كده بصوتك. كنت لسه على الغناء. ها؟ كنت لسه على الغناء. كنت لسه على الغناء. بس ولكن كنت كان في تفكير يعني كان في تفكير وحيره وتعب نفسي زي ما قلت لحضرتك يا دكتور. فقال لي عايزك تخرج معايا، طريق الخروج جميل وطريق الخروج راحه نفسيه وانشراح صدر والله ما هتندم وانا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله خلص كام حاجه عليا في البلد والكلام ده كله وهخرج معاك باذن الله تمام. لا ان حصل وتوفاه الله في العشر الاواخر واذ به يجي يعني بيجي الصديق لي في المنام والكلام ده موثوق منه ما فيهوش اي تلاعب. مرتين، مره بيقول له روح قول لنور الطريق اللي انت ماشي فيه ده مش خير. اختصر لك الرؤيه، روح قول لنور الطريق اللي انت فيه ده مش خير، حاول باماره ما ابو هريره باماره ما انا قلت لك يعني تخيل ذكر لي الاماره اللي هو في المعاش وحكاها لي. في اول يوم صاحبه تكاسل اول مره بعد الرؤيه دي، تكاسل ان هو يكلمني حتى او يروح لي، او احنا من بلد واحده بس انا ما كنتش موجود في البلد تمام. جاله تاني يوم مباشره انت ما رحتش لنور ليه؟ والله العظيم يا دكتور هذا حصل. انت ما رحتش النور ليه؟ دي كان اكبر من اهم الاسباب اللي خلتني خلاص اتجه لا 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 افكر اعد امور لا لا الدنيا فانيه يا باشا، ايه ده اللي انا بعمله في حياتي؟ لا لا يعني ده تشريف ده فضل من ربنا ان حد زي ابو هريره يفتكرني يا ده يا الله. يعني هو في الحلم بيحكي في الرؤيه بيقول لي انا في مكان واسع وعمال ابص يمين وشمال وارض خضراء ومش عارف ايه، وبص الاقي محمود هو كان لقبه ابو هريره نزل لي من سلم من قصر مش عارف مواصفات القصر ايه، نزل من سلم وجاري بيقول له تعالى ناخد تعالى 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 بينا لصديقه. ده في بدايه الحلم بقى وبيوصى عليا انا. كلمني الشخص اللي هو كان صديقنا الثالث اللي هو شاف الرؤيه دي تواصل معايا، انا اتصدمت. كانت صدمه خير طبعا، دي كان اول باب. بعدها من اهم الاسباب الداعمه ليك لطلب الغناء. من اهم الاسباب الداعمه الرؤيه دي اكيد ما شككتش فيها ولا 1%. لان المصدر اللي هو حكى لي الرؤيه دي شخص موثوق منه، شخص ادرى مني باصول الدين وطبعا لا اعرف انه بيكذب ازاي بس حكى لي الموقف مفصل. فانا استحاله ان انا اكذبه. وقلت ده باب من عند الله استحاله ان انا ارده تمام. فالفترة دي أنا كنت نفسيا يعني مرهق جدا، طب أنا عملت أغاني كتير والمنتج اللي أنا معاه في الشركة عمل وصرف فلوس كتير وعمل الكتير، وحتى المنتج كان كلمني في هذا الباب قال لي أنا حاسس إن صوتك اتخلق للقرآن، حاسس إن صوتك اتخلق للابتهال، حاسس إن صوتك اتخلق لكذا. قلت سبحان الله. قلت له طب يا ريس مثلا طب الفلوس اللي أنت صرفتها؟ قال لي لا 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 ولا يشغلك الفلوس دي، الفلوس يا باشا اللي اتصرفت، إحنا خلينا في اللي جاي، ربنا يكرمك واتمنى لك التوفيق، بس انت ما يبقاش بيجي لك من الله كذا رساله وتعاندها، تخيل منتج اغاني. وربنا سخره ليا وسخر الشركه ليا انها تقف معايا وتساعدني في موضوع التوبه والرجوع الى الله. حتى يعني حتى حكيت لي حتى قبل اللقاء ان هم حتى لسه يزالوا معاك في تسجيل حاليا. مقاطع ليك تلاوه وتهلات. ايوه يعني زي ما اقول لحضرتك الدعم زاد اكتر منه. الله أكبر. معنويا ماديا ايا يكن يعني ده فضل من عند ربنا، فده باب اخر من ابواب التوبه ومن من علي الله بها الحمد لله.